بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. في البداية، هذا شرف لنا أن نلتقي مع إخواني لنا لم تلدهم أمهاتنا، وهذا الاستقبال والله يزيدنا عزما ويزيدنا ثباتا وشجاعة. هذه القافلة، هذه جمعية حراف متعودة على تنظيم قوافل تضامنية عدة ولايات اللي مشينا لهم، والحمد لله بتوفيق من الله عز وجل. هذه القافلة رقم 12 اللي جينا لهنا، وهي في الحقيقة هذه القافلة ما كانتش اسمها في البرنامج ديالنا اللي كنا مسطرينه هذه السنة. بصح العمل الخيري هذا ماشي الانسان هو اللي راه يقوم به، الله عز وجل هو اللي يتولاه. تسمى كاين بعض الكرامات اللي يوقعوا كون لا يسعنا الوقت هذا باش نتكلموا فيها. يجوك بعض الاحيان بعض الكرامات ما تكونش توقعها كامل. انت يرحم بابك عندك نشاط القيمه تاعو كي تعود تقيمه نتايا، النشاط عنده مبلغ مالي معين، وانت في الرصيد ديالك ما عندك صفر في الرصيد ديالك. من بعد دير نشاط ديالك وتنجح فيه والناس تدي ويفضل لك فائض. هذا الامر مين؟ هذا الامر تاع الله عز وجل وهو يسير فيه. احنا خدام، احنا كوسط ما بين محسن وما بين انسان محتاج. الحمد لله الله عز وجل سخرنا لهذا العمل، ربي يجعلها ان شاء الله في ميزان الحسنات ان شاء الله. حتى الاخوه اللي راهم لهنا قائمين على مستوى الجمعيه لهنا، على مستوى الاداره، على مستوى، ربي يجازيهم وان شاء الله ربي يجعلها ميزان الحسنات. ونشكركم وبارك الله فيكم. شكونا حسن اذا ممكن.